السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطلبات صف ثالث الاعدادي، اهلا بكم مرة تانية مع درسنا الاول والتاني في الوحدة التالتة. طبعا احنا في صفحة 112 وبيأكد لي على الكلمات اللي انا حافظها ويا ترى فهمت معانيها ولا لا. عندنا كلمة كواليتي، وقلنا كواليتي دي يعني جودة ونوعية. بروجكت حبايبي بمعنى مشروع. عندنا كلمة كوميونيتي بمعنى مجتمع. عندنا كلمة ليجر بمعنى وقت فراغ. تاني ليجر بمعنى وقت فراغ. طبعا بيقول لي نمبر 1 بيقول لي my time I prefer going to a club. طبعا بيقول لي في ايه، في وقت ايه انا بحب اروح للنادي. اكيد طبعا in my leisure time. leisure time يعني وقت الفراغ. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي we began work on our own in May. طبعا بدأنا نشتغل في ايه الخاص بينا في شهر مايو، طبعا في مشروع الخاص، والمشروع حبايبي اسمه project. تاني المشروع اسمه project. هنشوف نمبر 3 بيقول لي in a lot people help each other. بيقول لي في الايه الناس بتساعد بعضها، اكيد طبعا في المجتمع، فعشان كده هقول community. تاني community يعني مجتمع. تعال نشوف حبايبي صفحة 113. عندنا to، عندنا of، عندنا have اللي معناه يملك او يتناول، عندنا كلمة teach معناها يعلم. بيقول لي eating healthy food يعني اكل الطعام الصحي كان ايه a positive effect on your body. اكيد طبعا ممكن يكون له تأثير ايجابي على جسمك، فعشان كده حبيبي لازم اقول have. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي reading is a fun activity that students all ages can enjoy. طبعا قلنا من جميع الاعمار اسمها of all ages، فبقول ان القراءة دي نشاط ممتع الطلبة من جميع الاعمار بيستمتعوا بيه. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي بسملة aims a finish reading her book before bedtime يعني قبل وقت النوم. طبعا يبقى بسملة بتهدف الى ان تنهي، فاذا ام بتاخد حرف الجر تو، ام تو، وام تو بيجي وراها مصدر الفعل. طبعا في صفحه 115 مديني اهم اللانجوج نوتس اللي هو مدهاني. عندنا كلمه اون، اون دي بمعنى يمتلك، بس لما تيجي ورا صفه الملكيه معناها خاصتي يعني بتاعتي، يعني بتيجي ورا ماي واور ويور وهيز وهير وذير واتس، ودي كلها بقول عليها صفات ملكيه بمعنى خاصة الشخص أو ملك الشخص بتاعته هو بس. لما أقول what do you think are the best things about your own community يعني عن مجتمعك الخاص بيك، مجتمعك الخاص. إزاي طبعا يا حبايبي عارفين إنها بتيجي مع صفة EST لما أجي أقارن بين واحد ومجموعة. طيب لو جيت أمصر قبل الصفة بس من غير EST يبقى مقصود بيها المجموعة دي من الناس أو الطائفة دي من الناس. فلو قلت the rich حبايبي معناها كل الأغنياء اللي هم rich people. طب ينفع مصر أقول the rich people؟ هقول لك لأ، ذا ما تجيش قبل ريتش قبل الصفة المجردة طالما وراها اسم. اما لما تيجي قبل الصفة بس المجردة يبقى مقصود بها الطائفة دي من الناس. ذا ديسيبلد معناها المعاقين، هي يا ديسيبلد بيبل. ذا بور اللي هم الفقراء معناها ان هم بور بيبل. فبقول ذا بور ار ذا بيبل هو دونت هاف انف ماني يعني هم الناس اللي ما همش فلوس كفاية. عندنا كلمة مايت حبايبي معناها ربما، ودي بستخدمها في المضارع او في المستقبل للتعبير عن احتمال ضعيف جدا. لما اقول لك هي مايت ريتيرن فروم لندن تومورو no one knows بقول محدش يعرف، خلاص يبقى لازم اقول مايت يعني الاحتمال ده ضعيف جدا. تعالوا نشوف يلا التمرينات اللي مدالة على الكلام ده. بقول my little sister might a new phone next month. طبعا عارفين ان ما بيجي وراها مصدر فلازم اقول might buy. تعالوا نشوف نمبر 2 بقول the police a chasing a thief I'm sure they will arrest him. بقول لي ان البوليس يطارد الايه الحرامي فانا متاكد ان هم هيمسكوه. طبعا قلنا البوليس دي دايما اسم جمع ما ينفعش يكون مفرد فلازم اقول the police are chasing. تاني the police are chasing. تعال نشوف نمبر 3 بيقول we should help a poor. طبعا حبايبي لازم نساعد الفقراء كلهم، فعشان كده لازم اقول the poor. وقلت the قبل الصفه المجرده معناها ان المجموعه دي من الناس. تعال نشوف حبايبي يلا page 118 صفحه 118 بيقول try to find an attractive. كلمه attractive حبايبي معناها جذاب، فبيقول لي حاول توجد ايه جذاب to your article. طبعا article بمعنى مقالة فلازم اقول عنوان، والعنوان حبيبي بتاع المقالة اسمه heading. هنشوف نمبر 2 بيقول لي are the equipment rooms etc that people can use to do something. طبعا هي المعدات والغرف اللي الناس تستخدمها لأداء شيء، طبعا دي اسمها facilities، وfacilities معناها تسهيلات او مرافق. تعال نشوف نمبر 3 بيقول reading books every day. قراءة الكتب كل يوم can improve your reading skills. ممكن تحسن مهارة القراءة عندك. دي antonym، وانتم حبيبي معناها عكس of improve، عكس يحسن. اكيد طبعا عكس يحسن damage، وdamage معناها يدمر. طيب تعال نشوف يلا نمبر 4 بيقول I always aim my little brothers to help mom at home. بيقول لي انا دايما ايه اخواتي ان هم يساعدوا ماما في البيت. طبعا هشجعهم، وشجع اسمها encourage. encourage معناها يشجع.
هنشوف نمبر 5 will we went to the funfair. funfair يعني مدينة الملاهي. as it is easily accessible for everyone by public. طبعا هنا حبايبي عايز اقول متاح، وطالما عايز اقول متاح اسمها accessible. تاني accessible يعني متاحة. تعال نشوف نمبر 6 will parents a food for you every day so you can grow strong and healthy. واللي من الاباء ايه الطعام ليه كل يوم عشان كده ممكن تكبر تبقى قوي وصحي. اكيد طبعا بيندوك بالطعام يعني يوم ده حبيبي اسمها provide، يبقى provide food for you. تعال نشوف نمبر 7 بيقول this boy has much courage. كلمة courage حبيبي بمعنى شجاعة، يعني شجاعة كتيرة. to climb the tree قلنا البي هنا silent. to get the verb of courage عشان تجيب الفعل من كلمة courage اللي هي الشجاعة نزود البريفيكس ايه prefix ان عشان تبقى encourage بمعنى يشجع. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي Sarah spoke to her friend in a decent way يعني بطريقة كريمة لطيفة. the synonym of decent عايز معنى كلمة decent طبعا decent بمعنى kind وkind بمعنى طيب. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي means many people who live together in the same area. ناس كتير اللي بتعيش مع بعضها في نفس المنطقة بقول عليها community يعني مجموعة أو جماعة. تعال نشوف حبايبي نمبر 10 بيقول لي to get the opposite of healthy عشان نجيب عكس كلمة healthy هنحط البريفيكس أن عشان تبقى unhealthy وunhealthy معناها غير صحي. the country tries to improve public services عايز يحسن الخدمات العامة especially إيه؟ especially خاصة يبقى عايز حاجة من الخدمات العامة. ترى التلوث ولا presentation التقديم ولا graduation يعني التخرج ولا education. اكيد طبعا الخدمة العامة هنا هي education. education معنى تعليم. تعال نشوف نمبر 12 we went to the public park رحنا الحديقة العامة and we enjoyed it there استمتعنا بيها هناك. the antonym of public عكس public حبايبي اللي هي عام طبعا عكس عام خاص والخاص اسمه private. تعال نشوف نمبر 13 بيقول لي care means looking after people's health بيقول لي الاعتناء بصحة الناس ده اسمه هيلث كير. هيلث كير حبايبي الرعاية الصحية. تعال نشوف نمبر 14 بيقول لي we add the suffix e to the verb educate to get the noun بيقول لي بنزود اللاحقة e للفعل educate عشان نجيب منه الاسم اكيد طبعا ION عشان تبقى education education بمعنى التعليم. تعال نشوف حبايبي نمبر 15 بيقول لي a woman is climbing up the stairs with difficulty because she has weak knees عندها ركب ضعيفة يعني ركبها حبيبي ضعيفة. فحقول ايه woman اكيد طبعا an elderly woman elderly woman يعني ست كبيرة فين حبيبي في السن. تعال نشوف حبيبي يلا صفحة 119 عندنا كلمة include معنى يشمل او تضمن. عندنا strange حبيبي بمعنى غريب وعندنا disabled حبيبي بمعنى معاق وعندنا facilities قلنا يعني تسهيلات او مرافق وعندنا كلمة pavement يعني ارصفة وعندنا كلمة including برضو بمعنى يشمل. بقول I live in a great community بصراحة أنا عايش في مجتمع عظيم. there are lots of sports activities يعني في نشاطات رياضية كتير for young people للشباب such as volleyball and tennis clubs. there are also many local e for people طبعا اسمها many local facilities يعني تسهيلات تاني حبيبي معناها تسهيلات. تعال نشوف بيكمل بقول of all ages يعني من جميع الأعمار. a great theater and a history museum طبعا عايز اقول تشمل او تتضمن فاكيد هقول including تاني including يعني تشمل او تتضمن اللي هي which include فبيشيل which مع include يخليها including. a great theater and a history museum our roads الطرق بتاعتنا have wide a so it's not a problem for a people who travel around طبعا الطرق بتاعتنا فيها ايه واسعة اكيد طبعا pavements وpavements معنى ارصفة تاني pavements حبايبي معنى ارصفة عشان كده مش مشكلة للايه الناس الايه ان هم يتجولوا اكيد طبعا for disabled وانا disabled حبايبي بمعنى المعاقب. طيب تعال نشوف نمبر 1 بيقول مستر ماهر is elderly because he is 90 years old كبير في السن لانه 90 سنة. the word elderly means كلمة elderly بقى حبايبي اللي هو كبير في السن معناه اكيد طبعا old. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي the antonym of international عايز عكس كلمة international وinternational حبايبي معناها دولي اكيد عكسها محلي ومحلي حبايبي معناها local. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي that man works with a charity to help old people بيشتغل مع جمعية خيرية لمساعدة كبار السن. that means he is a طبعا اكيد he is a volunteer وvolunteer حبايبي بمعنى متطوع. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي the suffix a gives
noun from a verb achieve. طبعا عشان احول achieve لاسم لنون بحط اللاحقة ment عشان تبقى achievement بمعنى انجاز. تعال نشوف number 5. قول the antonym of the word dangerous. عايز عكس كلمة dangerous. dangerous معناها خطير. طبعا عكس خطير اكيد امن يبقى safe. تعال نشوف number 6. قول لي is a group of questions يعني مجموعة من الاسئلة that you ask people to find out information about something. تسألها للناس عشان توجد معلومات عن شيء معين. قلنا ده حبايبي اسمه سيرباي. سيرباي حبايبي بمعنى استفتاء او استبيان او استطلاع. تعال نشوف نمبر 7. بيقول لي we add the prefix بنحط البادئة to the word courage. courage حبايبي بمعنى شجاعة. to get the verb عشان نجيب الفعل منها قلت بحط discourage. طبعا يا اما encourage بمعنى شجاع يا اما discourage بمعنى يحبط. طب تعال نشوف او يثبت. تعال نشوف نمبر 8. بيقول لي A is a small area of a town and the people who live there. بيقول لي هي منطقة صغيرة كده من المدينة والناس اللي عايشة فيها. ده طبعا بقول عليه neighborhood وneighborhood معنى الحي. تعال نشوف نمبر 9. بيقول لي means a service such as electricity شكل الكهرباء natural gas يعني الغاز الطبيعي or water او المية to help the members of the community. طبعا كل الحاجات دي حبايبي اسمها public services. public services يعني خدمات عامة. تعال نشوف نمبر 10. بيقول لي to get the adjective from the noun health عشان نجيب الصفة من كلمة health اللي هي الصحة. طبعا بنزود اللاحقة واي بس عشان تبقى healthy وhealthy بمعنى صحي. تعال نشوف نمبر 11. بيقول لي the antonym of the word ill يعني حبايبي عكس كلمة ill. ill بمعنى مريض اكيد عكسها will بمعنى صحيح. تعال نشوف نمبر 12. A mechanic repaired our car last week. بيقول ان في ميكانيكي صلح العربية بتاعتنا الاسبوع اللي فات. The synonym of repair. عايز حبايبي معنى repair. قلنا repair معنى mend or fix. طبعا هنا مديني fix. Thank you very much for watching. But don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة. لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات لكل الحلقات الجاية ان شاء الله. ولو عايز تتفرج على الحلقات اللي فاتت كلها خش على صندوق الوصف هتلاقي كل الحلقات من اول الكتاب اللي احنا واقفين جوه. السلام عليكم.